أسرار لم تعرفها عن الملكة رانيا الأم في تربية أولادها. الملكة رانيا دايما بتلفت النظر ليها في تربية أولادها بصورة مختلفة تماما عن الصورة النمطية لأي عيلة ملكية بنشوفها، اللي ممكن تكون الأم فيها بتخلي الخدم يخدموا أولادها، لكن الملكة رانيا غير كده خالص. بتعمل الأكل لزوجها الملك عبد الله، وبتهتم زي أي أم بولادها الأمراء الأربعة، الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى وآخر العنقود الأمير هاشم، وبتقوم بكافة إدارة بيتها وخدمة أولادها بنفسها من أكلهم ولبسهم وكل حاجة خاصة بيهم. فيا ترى إزاي بتتعامل الملكة رانيا مع عيلتها؟ من كام سنة كده كانت الملكة رانيا ضيفة عند الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، وقالت لها: إزاي ملكة رانيا بتخدمي أولادك وزوجك وإنت ملكة وعندك خدم بالقصر؟ راحت الملكة رانيا ردت عليها وقالت: ده أمر طبيعي يا أوبرا، أنا بعمل الأكل وبجمع العيلة كلها على السفرة وبغرف الأكل في كل طبق من أطباق الأولاد، وزوج الملك عبد الله بيتابعهم وهم بيأكلوا وبيساعدني كمان على أني أعمل كده. ولو انت مفكر ان انتهى الموضوع عند الاكل بس، خلينا اقولك ان عودت الملكة رانيا اولادها انهم يعتمدوا على نفسهم ويرتبوا اوضهم ويغسلوا الاطباق اللي اكلوا فيها ويخدموا نفسهم. وفي يوم من الايام كان الامير حسين عايز عصير وطلب من الخدم يجيبوله، ولما شافته الملكة رانيا زعقت له وقالت له: عايز حاجة قوم انت هاتها لنفسك. ومش بس كده، علمت الملكة رانيا أولادها إنهم مش كل حاجة هيطلبوها هتيجي ليهم، لأ لازم هما اللي يسعوا عشان يقدروا يجيبوها. كل ده لما كانوا صغيرين. دلوقتي خلينا نشوف هل نجح فعلا اسلوب الملكة رانيا مع ولادها. خلينا نبدأ بالأمير حسين. الابن الأكبر اللي بيشغل حاليا منصب ولي العهد اتخرج سنة 2016 من جامعة جورج تاون العريقة في الولايات المتحدة، وأنهى دراسته العسكرية في أكاديمية ساند هيرست في بريطانيا، والناس في الأردن بتحبه جدا عشان متواضع. وكان من كام يوم فرحه اللي كان حدث عالمي، وفرح أهل الأردن والوطن العربي بزواجه من الأميرة رجوة آل سيف، أما أخته الأميرة إيمان بنبنية العيلة الهاشمية حصلت على شهادة تفوق في العلاقات الدولية والرياضة، وبتكون مع والدتها في الزيارات الدبلوماسية، وبتشارك في الفعاليات والمؤتمرات الخيرية الدولية. وبرضو من حوالي شهر كان فرحها على الشاب صديقها اسمه جميل، وبيتكلموا مع بعض بالإنجليزي، وكل بنات الأردن بيحبوها بسبب بساطتها. نيجي بقى للأميرة سلمى اللي حققت نجاحات استثنائية في المجال العسكري. لك أن تتخيل إنها اجتازت دورة الطيران في أكاديمية الملوك والأمراء ساند هيرست العسكرية الملكية ببريطانيا، وتم تقليدها جناح الطيران بالقوات المسلحة الأردنية، وبقت أول فتاة أردنية تقود طائرة حربية. واللي ساعدها على ده أبوها الملك عبد الله وأخوها الأمير الحسين لأنهم عندهم خبرة بالطيران. أما الأمير هاشم أصغر الأمراء وعنده 18 سنة ومتفوق في دراسته ومتواضع جدا وسند لإخواته، وفي المستقبل ممكن يمسك مناصب عسكرية. فتحية لكل العيلة الهاشمية الجميلة. برأيك بقى هل نجحت الملكة رانيا في تربية أبنائها بطريقة مختلفة؟ وهل كانت طريقتها صح ولا كان مبالغ فيها؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واستنونا في حكايات جديدة من حكايات عين مصر.